ما قدرتش تستنى لما انا طفشه تقوم توديه في 60 داهية؟ ده انا ودي نفسي في داهية عشانك يا جميل. يا عم ده ايه؟ ايه؟ وعرفت منين انك هتروح في داهية يا حلو؟ وبعدين انتوا ما عزمتونيش معاكوا على القعدة الحلوة دي ليه؟ على الأقل كنت غنيت لكم سوبينا يا اسطى على كورنيش ناكل دورة ونشرب ومنجر. بقى كل اللي بتعمليه ده عشان الحوان ده وأنا ماشي وراكي كل يوم وأترك يطلع هو ده اللي أنت قرفان عشانه؟ أنت فاهم خالص يا أستاذ حاحة، أنا عازمها على ستيك. يعني سمك مدخن. وكمان بتشربي سجاير يا فجرة. ابقى اضرب لك سيجارتين مع السمك البونتي خليه يدخن وسمعني سلام اني اغرك 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 اغرك. لا لا النبي يا حرام النبي يا حرام والله العظيم لو جبتي سيرته لكسر لك رقبتك. سيبنا اتجوزه يا حاحه ربنا يسعدك. انت قافله على نفسك الباب بالمفتاح؟ فكرك مش هطولك؟ ده نعمل سوبر مان واجيب زماره رقبتك بتاع الانابيبه تفاحه هتخلفي منه ايه؟ طفل انابيب؟ هنعيش في الشقه سنه ولا سنتين لغايه ربنا ما يكرمه. انا مش حارم اختي للشحاته بايديا. من النهارده تفاحه هتشوفي مني لون تاني. هوريكي التجاعيد اللي في وشي. يا عم روح. خد يا بنت راح فين؟ راح الشغل عندك مانع؟ ماشي. بس على الله تتاخري فيستو ثانيه عن مواقيت العمل الرسميه. هطب عليكي في ايها لحظه. وهشوف يا انا يا انتي يا عاشقه البوتاجاز. خلاص انسى الشهر، انا هجوز البنت عند اول عريس يجي لها. يلا امشي يما عشان خاطري اديله كمان اسبوع. اسبوع ايه وانا نازل اجازه من الجيش؟ ما انتوا عارفين ظروفي. ظروفك ايه؟ ظروفك ايه؟ ما انت برضه عارف ظروفنا. انا صبرت عليك كل ده عشان خاطر المرحوم امك. صحيح ما كنتش بقبلها بس اهو انا كنت براعي ضميري عشان ما اكسرش قلب بنتي اللي تنيل وحبك. وانا لسه بحبها يا خالد. يا حبك برضه. يلا امشي يا واد من هنا امشي. بيوجعه ولازم نعمل عمليه فوري. طب روح انت نادي الدكتور بسرعه. يما تخرب بيتك انت اللي جابك هنا. اسمعوا انا مش عارف اعترف فيكي كنت هتجنن. انا قلبي وجعني بجد. انت عارف لو حاحه شافك هيبقى فيها دم واحنا يا اخويا صعايده الواحده مننا ملهاش الا شرفها وصغتها. انا اثبت لك ان فوز عمره ما يتحطم وان جواه اراده اقوى من اراده ناديه. ليلى 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 ليلى. صوتك حلو بس منظرك عار. We'll be right back.
عروسه نظيفه قوي يا سعاده الباشا. انا اذا كان عليا اجوزها لك وقتي في التو واللحظه، بس انت عارف يعني ابقى راجل مش تمام لو ما عملت زي ما بيعملوا في المناسبات اللي زي دي، ان احنا ناخد راي البت وكده. طبعا طبعا، انا بس نفسي تقنعها بموضوع ان مش هقدر اعمل فرح عشان انت عارف ظروفي الخاصه، انما انا اجيب لها شقه غير انها تحت امركم في اي طلبات ماديه. عيب يا دكتور ما تقولش كده، احنا بنشتري راجل واخر حاجه تهمنا الفلوس. احنا كل اللي يهمنا سعاده بنتنا، وبما ان سعاده بنتنا مرتبطه بالفلوس نتكلم شويه في الفلوس. مش هتجوزي لو حتى قتلتني يا حاحه، ولو تحت يا بنت ده دكتور، وانت تقولي تتجوزي دكتور؟ ما بحبوش. حب تاني هتقولي حب؟ قصدي ما بسترحلوش يعني. هو سابوه ولا توكا؟ يا بنت تعالي واحسبيها صح. ولو احسبها صح مش هتجوز واحد مطلق ثلاث مرات وسمعته في الحديد، ها؟ وزمايلي كلهم بيقولوا عليه كلام وحش. وهو لو راجل وحش كان جيت قدامك؟ يا بنت بقول لك ده دكتور، دكتور. هو انا عيان عشان اتجوز دكتور؟ كل ده ليه؟ عشان بتاع الانابيب؟ البوتاجازه بعينه واحده اللي انت بتحبيه؟ انت فكرك يعني بعد ما نضف واستحمى وبقى ناطر هيبص لك ده هيتجوز اقرب فتاه فيديو كريب هتقابله، ومش بعيد يتجوز الحصان اللي بيطلع في الفيديو كريبات. حرام عليكي، حرام عليكي، ضيعتينا معاكي. انا صبرت عليكي بما فيه الكفايه، من النهارده انا مش هبص لك، هبص لنفسي وهبص لدنيتي. خش يا عروسه برجلك اليمين. ايه حاجه ده؟ بقول لك العروسه كمان اخلع. اتفضلي يا عروسه بوجهك اليمين. لا هخش بالشمال، اصل انا شغله والركب عني. حلاوتك يا ابيض. الليله ليلتي، الليله ليلتي يعني فرحي، يعني دخلتي النهارده. واسمع سلام، ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما، ايوه ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما، عريسي هياخدني بالسلامه يا ماما. شماه شماه يا ماما، الناس بترقص علشاني، حاسه حاسه يا ماما، كبرت قوي وداني. ايوه يلا كمان. ايوه اهو 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 اهو. وفيها هو انت ما تعرفيش يا اختي؟ لا ما اعرفش يا اختي، احنا بقينا هازبنت اند واي. خلاص ربنا سأل حاحة عشان يسترني. الكلام ده صحيح يا حاحة؟ اتجوزت رقاصة؟ اسمها فنانة استعراضية. ربنا يخليك ليا يا حاحة. لعلمك أنا ست في امتحانات فرقة رضا. بصي بقى حلاوة شمسينا. خلينا حلاوة شمسينا. خلينا تشيك 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 تشيك. من يومك وعندك ميول تبقى وراني. قصدك ايه يا بنت؟ بتدي اتلمي احسن لك، لان اشرف منك يا ممرضه يا بتاعت حقن العاده للرجاله. كده؟ طب تعالي بقى لما طعامك بمناسبه الزفاف السعيده. سمعوني سلام، خلي السلاح صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. حبيبي يا ابو احمد اتاخرتي. مساء الخير يا عمي. خير؟ هيجي منين الخير يا اختي طول ما انا عارفكم؟ في يا عمي مالك؟ ايه المقابله الكولد دي؟ انا كنت جايه لك عايزه اكلمك في موضوع خطير. مش انت كبير العيله برضه؟ كبير ايه؟ اسكتي. مش انا صغرت يا اختي وبقيت عيل؟ بقول لك يا بت من الاخر كده، انا راجل سافر ومنحط ودول، وروحي يا اختي دوروا لكم على كبير عيله بحقه حقيقي. الله ما توسع مراحك شويه يا عمي. بقول لك الواد حاحه جايب نسوان تحت في الشقه. يا بخته، عقبال يا اختي ان شاء الله. بقول لك نسوان، ويا ريت اي نسوان. دي البت مايسر رقاصه وبيقول انه متجوزها، بس انا مش داخل دماغي الكلام ده، انا حاسه انه بيقرطصني. عقبال ما ربنا يكرمني واقرطصك انا راقه. إيه؟ يلا يا بنتي مع السلامه. يا عمي يلا مع السلامه بقى. يا عمي بس وقولي لحاحه عمك بيبارك لك وبيقول لك انك طلعت ارجل منه. يلا يا اختي ومحدش يجي منكم هنا تاني، انا مسافر فيتنام ومش عارف ظروفي. يا عمي يا ماشي يا عمي ماشي. بقول لك ايه؟ اخرسي خالص وعدي ليلتك دي على خير. انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تغيظي تفاحه، دي تمثيليه تمثيليه عشان نغيظها بيها،
ماشي؟ ومش هنسالك وقفتك جنبي يا ميسر. ما تقف جنبي دلوقتي يا حا، دي جملة الجمايل. يا اختي تنيلي انت بتوريني ايه؟ ما كل ده انا دايسه قبل كده. ممكن اوريك اللي عمرك ما شفته. بس بقى ما تخلينيش ادنس بيت الاسرة صغيرة، مش كفاية انك دخلتيه؟ لا يا اخويا، احنا اتفقنا اتجوزك كده وكده، بس ما اتفقناش تعذبني. ده في نمل بيمشي في عروقي، بصي النمل بيمشي ازاي؟ ده ايه المرة المنملة دي؟ بقول لك ايه يا مايسة، انا ما صدقت ان ربنا تاب عليا من افعالي وابتدى يكرمني. حرام يا بنت الناس، انا عايزة اتلم بقى. طب ما تلميني الاول علشان تبقى لمة وتبقى عامة. طبعا يا خالتي، سامية مهما حصل ما بيننا اختي، ما يهونش عليا حاحا اللي عمله ده، ضميري ما يسمحش. هو حاحا اخويا صحيح، بس احنا ولايه زي بعض. طب مستنياك يا خالتي. بالسلامه يا حبيبتي، تكر وانت جايه. ايوه يا باشا، عايزه ابلغ عن قضيه دعارة. بس بقى، طب بتوريني مكان التطعيم بس. انت نايمه مع واحد عنده كوليرا؟ مش عايزه اشوف حاجه تانية. اغزي الشيطان بقى. الشيطان ذات نفسه اتحرق من النار اللي قايده في جسمي. الهي تولع انت وهو في يوم واحد. طب ما تولعني ده. بوس نقطه بوس. نقطها يا حبيبي، نقطها يا عينيا بوسه وطفيها، طفيها عشان اولع فيه. طول الشهر اقول عليه دلوقتي. ما صدقتيش. مفيش يامه، ده كان فيلم والبيه جه في اخره. يا ساميه صدقيني، انت تصدقي ان انا اتجوز واحده زي دي؟ مالي دي يا روح امك، وحياه امي لا نورياك. انا هوفي عليك بلطجيه مصر كلها، لو شافوك في فرح هيكسروا رجلك. انا هعرفك من دي. يا ناس اشهدوا، الراجل الذكر ما عملش حاجه لدي الدخله، ما ذبحش القطه عشان هو اللي طلع قطه. طلع قطه. انا طلعت قطه. شفتي بقى؟ هي سيحت لي في المنطقة كلها وقالت عليا قطة. الزوجة الأصيلة ما تسيحش لجوزها وتقف جنبه يا قطة. استنى سامية وحتى أبوكي ورحمة أمك محاسيبك. وسمعني سلام، لو ما كنتش أنت تدلعني مين هيدلعني؟ سامية! 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 استنى سامي هقول كده. بتبلغي عن البوليس يا اختي يا بنت امي وابويا؟ انا بلغ عنك البوليس يا حاها. اعوذ بالله يا اخي. اعوذ بالله. اخوكي جاك خوت في دماغك. بس عموما الحمد لله انا في السليم. يا ترى البوليس ده طالع عند مين؟ يا سعاده بيه، ارجوك تفهمني، دي كانت جلسة علاج طبيعي. الست انشراح دي ست شريفة جدا. مين انشراح؟ الست اللي كانت هتعمل لي الجلسة. طب وشرفك يا سعادة البيه؟ انا ما لمستها. انا ما انكرش ان كنت ناوي، انه ما حصلش. فهل القانون يحاسب على النية؟ الكلام ده يا استاذ تقوله في النيابة. انت متقدم بلاغ ضدك انك بتستغل شقتك للافعال الحرام. ياه، هو فين الحرام ده يا سعادة البيه؟ ده أنا عايش أحلم بالكلمة دي كتير. صدق يا سعادة البيه، أنا عمري ما شفت الحرام، حتى الفيلم نفسه عمري ما كملته. بلاش، اسألوا شراحة ويدلكوا. شراحة؟ هي فين شراحة؟ اعمل معروف يا سعادة البيه، اوعوا تبهدلوها ولا تعروها. كويس أوي انك سترتها بالسجاده، اصلا ما بتحبش تكشف على حد. الهي السرعه مع الدنيا واخر. طب يلا اخويا. ايه ده؟ انتوا هتاخدوا السجاده دي معاكم؟ اكيد اكيد. ايه؟ قلعوها ان شاء الله تولع، دي السجاده غاليه. معقول يا فندم؟ معقول سجاده من ايران الف فيها واحده من بولاء؟ اه هاتوه. ترجمة
مغرور حبيبي كتير عايز اكلمه عايز اقول له كلام يهديه ويفهمه فهمه علمه مغرور وعايش في الدنيا مرنا كلمني لمني اورني رنة مرنا يا خليل قلب انا لك على طول وبأمر الحب انا بيك مشغول سواح 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 وماشي بقول خسارة زي الهواء أرائك يا جارة خسارة مرضيش يسمعني مغرور مرضيش يفهمني مغرور مرضيش يسمعني هسيبه للأيام وهي تعلمه علمه تفهمه بلاش غرورك كده يا أحلى بطة كلمني لمني لمني يا كتة كتة صافيني مرة وحبك نار بحلم بيك وبقول جبار بحلم بيك وبقول جبار 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 حبيبي والشوق ناداني والشوق مشاني زماني حبيبي والشوق ناداني والشوق مشاني زماني مرضيش يسمعني هسيبه للأيام وهي انت اسمك ورا وانت كمان عامله ايه؟ سامية اغزي الشيطان يا سامية وعهد الله انا بحبك وحياة النعمة انا ما سلكت مواسير ولا جيت جنب مواسير وبالمناسبة السعيدة دي هاهديلك الاغنية دي كل مرة اشوفك فيها ببقى نفسي اجي لك اقول لك ان كلك على بعضك عندي بالحياة يا بنت المجنونة عمر يا خين عايز ايه؟ عايز كشف مستعجل قلبي بيوجعني وانا مالي ان شاء الله تموت يا رب ايه ده؟ انت لسه معرفتنيش هاي للأسف عرفتك يا خسارة يا فوزي مش قادرة ابص في وشك مش لاقية فيك فوزي اللي حبيته حاسة ان انا ببص البلياتشو بلياتشو؟ يا اخويا بلياتشو انا لو كنت عايزه اتجوز واحد حلو كنت اتجوزت واحد احلى منك ولو كنت عايزه اتجوز واحد غني كنت اتجوزت واحد اغنى منك بقول لك ايه لما تشوف فوزي قول ان هو وحشني انا قدامك اهو قدام مين يا اخويا ده انت واحد قلب على فوزي على فوزيه لما ترجع فوزي انت عارف طريقي فين باي باي يا قطه صار
قتيل من يومنا والله ودماغنا ميسه وبنشرب احلى حته في حجاره مغمسه يا حجر طول شويه على القعده الحلوه دي يا حجر طول شويه على القعده الحلوه دي ده الظابط علينا كابس الظابط علينا كابس الظابط علينا كابس ما انا مره هنتمسك اوعى مساطيل من يومنا يا حلاوتك يا حاحا. يا حصلت يا حاحا بتقلب البيت غرزه؟ امشي من وشي بدل مظروفك سبع غرز في وشك. ماشي يا حاحا. يا باشا انا حياتي بقت متفرتكه ومضروبه طلقتين سته رخطه. اختي بتحب بتاع الانابيب وبتاع الانابيب بقى مطرب متصيد وكلها اسبوع وهيطلع فورتانا سينما اوعى تغمض عينيك لا تصرف على قفاك. وخالتي خالتي مش عايزه تجوزني بالتاني جايبه لها عريس عماني بالتاني اللي هي خطيبتي وبنت خالتي وحبيبتي. خالتي بتقول عليا ديلي نجس والسفله الحقيره اللي اسمها مايسا اللي فاكراني شاب بيجي بيجي من العيال اللي بتروح وتيجي مسيطاني في المنطقه وبتقول عليا ان انا بقيت قطه لدرجه ان انا كلما ادخل المنطقه الاقي العيال بتناونه في وشي. راح فين يا حاحا؟